قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أحبائي حبيباتي، كتيرين لبس عليكم، ما شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم كلها جيدة، وكيف ما عودتكم دائما كل نهار قصة جديدة. اليوم جا الدور ديال واحد الشاب اللي تراسل معنا وقال لك باغي يعاود لكم مشكلته وطلب منكم النصيحة، الله يجازيكم بخير. هذا الشاب كاين خارج المغرب، وقع في واحد المشكل مع الخطيبة ديالو اللي هي بنت خاله. فهاد الشاب هذا الصراحة التجأ لقناة اسمح حكايتي، بحالو بحال بزاف ديال الناس اللي دازو من هنا، آملين منكم الدعاء وكذلك النصيحة. بقوا معايا للنهاية وعافاكم، ما تبخلوش علينا بلي لايك وبلي كومونتير وبالبارتاج، الله يجازيكم بخير، بقوا معايا للنهاية. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم حسام في العمر ديالي 37 عام. القصة ديالي غادي تبدا فاش كان في عمري 22 سنة. انا واحد الانسان اللي كنت حدودي بزاف، يعني ما كنمشي عند حد، لا العائلة ديال الوالد ولا العائلة ديال الوالدة. هذا ماشي تكبر، ولكن الطابع ديالي كان بحال هكذا. بحكم خرجت من القراية ديالي وخدمت في واحد الشركة معروفة، وقتي كاع خداتو ليا الخدمة، كان الحلم ديالي نشري دار الوالدية. مع العلم والديا الناس على قدهم، ما عندناش وما يخصناش، ولكن كانوا غير كريم في واحد الدار اللي كانت قديمه. عليها قررت انا وواحد خويا وواحد اختي باش نخدموا ونجمعوا باش نشريو شي دار لوالدينا. هي هذيك بقينا مستمرين في الخدمه ديالنا عادي، وكيف ما كتعرفوا في داك السن ديال 22 سنه كنا كنديروا علاقات، ولكن ما كانتش جديه، يعني غير الضحك تخرج الدور شويه وصافي. ما علينا، واحد النهار خرج من الخدمه ديالي، مشيت للدار، وصلت قالوا لي مالين الدار فلان راه تهرس وراه جالس عند خالك، خاصنا نمشيو نزورو. ايوا كيف ما قلت لكم قبل، انا ما كنمشي عند حد، وهذا خالي شحال هادي ما شفتو، وحتى ولادو كاع ما كيعرفونيش. المهم هي هذيك الغد ليه السبت مشاو مالين الدار في الصباح، بقى واحد خويا كيسيني نخرج في العشيه من الخدمه باش نتبعوهم، بحكم انني ما كنعرفش الدار ديال خالي، واخا حتى هما في نفس المدينه لكن بعادين علينا بزاف، حيت المدينه اللي عايشين فيها كبيره. ايوا داكشي اللي كان. خرجت من الخدمه وصلت للدار، بدلت حوايجي ومشينا. صراحه كنت متحمس، حيت فاش كنت صغير ما مشيت لدار خالي. المهم وصلنا لقينا الدار عامره، قبل ما ندخلوا للدار دقينا الباب انا والاخ ديالي، فتحت لينا بنت خالي. فاش جات عيني في عينيها حسيت بشي حاجه، ونيت هي كانت زعيميه، غير فتحت الباب بقات كتضحك وقالت للاخ ديالي شكون هذا؟ قال لي هذا ولد عمتك واش ما عرفتيش؟ صراحه انا عجبتني ديك الطريقه باش كتهضر، يعني بنت اجتماعيه ماشي شي وحده غير ساكته، لا كتهضر وكتضحك عادي. المهم سلمت عليها، دخلت للدار، سلمت على العائله، كلينا شربنا تجمعنا معاهم شويه، ديك الليله بدنا عندهم. صافي الغد لي في الصباح خرجت انا تلاقيت بها حتى هي خارجه باش غادي تسخر. صافي بقيت ماشي انا وياها وكنهضروا عادي. قلت لي كيف ماشي مع الخدمه ديالك؟ قلت لي الحمد لله مزيان. قلت لي انا عاوتاني كراك انت مع القرايه؟ قلت لي مزيان الحمد لله. صافي جبنا ديك الصخره، فاش كنا راجعين للدار شافتنا واحد جارتهم، قلت لها شكون هذا الولد؟ وهي تقمعها، قلت لها وانت شغلك؟ بقينا كنضحكوا. صافي داك التصرفات ديالها بدات كتجبدني ليها، مع العلم حتى هي حسيت بها انني عجبتها، يعني كان واحد الاعجاب اللي متبادل، ولكن في نفس الوقت ما قدرناش نضرو شي حاجه. المهم خديت الرقم ديالها، دات تقريبا شي عام على داك اليومين اللي كنا عندهم في الدار. واخا كان عندي الرقم ديالها ما كنتش كنقدر نهضر معها ولا نقول ليها شي حاجه، حيت كنت كنفكر في الوالدين وكنقول حتى ندير لهم فين يستقروا عاد نفكر في الزواج. ونيت هي بنت خالي، ما بغيتش ندخل معها في شي علاقه من غير الزواج. صافي قررت مع راسي ان شاء الله غير ندير فين نستقر ونمشي نخطبها، مع العلم كنت انا كبير عليها بشي 7 سنين. المهم علينا، مورا داك العام تلاقينا في واحد العرس في الحروبيه عند دار جدي الله يرحمه. كيف الاول سبقوني مالين الدار عاد تبعتهم انا، وكيف ما كتعرفوا العراسات ديال الباديه كيكونوا مزيونين.
صافي تلاقيت معها تما، دوزنا صراحه واحد الايام اللي زوينه. اش بها الحال خصوصا ملي شافتني. المهم بدينا كنتبادلوا داك الاعجاب، ولكن ما قلت ليها والو وهي ما قالت ليا والو. فدوك الايامات فاش داز العرس بقينا حنا في دار جدي، وكنا كنخرجوا للطبيعه بجوج، كنمشيو بجوج نجيبوا لماما واحد البلاصه. المهم دوزنا واحد الفتره اللي خلاتني نزيد نبغيها اكثر واكثر. مع العلم دوك جوج سيمانات اللي دوزناها في العربيه كانت كتحاول تلمح ليا بالاعجاب ديالها، ولكن انا ما بقيت نقول ليها والو حيت بغيت يبقى داك الاحترام بيني وبينها حتى نمشي لدارهم نيشان. بزاف بقيت مصبر راسي وما غادي تصرح بالمشاعر ديالي حتى النهار اللي غادي يسهل الله ونمشي نطلبها من الدار ديال والديها. صافي هي هذيك. من بعد داك العرس ولات كتجي عندنا للدار مع الام ديالها، على حسب داكشي اللي قالت ليا من بعد انها كانت كتجي عندنا للدار غير باش تشوفني وصافي. المهم من بعد حتى انا وليت فوق ما كان عندي شي كونجي كنمشي لعندهم انا والوالده. صافي بقينا هكذاك، مره كتجي عندنا مره كنمشيو عندهم، وحنا على هاد الحال ايام وسنين. هي باقا كتقرا وانا باقي مستمر مع الخدمه ديالي. ومره مره فاش كيجيو عندنا كنخرجوا كنتساراو، اما كنمشيو للبحر ولا لبلاصه اخرى. ولكن بطبيعه الحال هي والام ديالها واختها الصغيره، انا عاوتاني كذلك انا والوالده وخوتي. وكنت كنفرح بزاف فوق ما شفتها. صافي بقى داك الحب ديالنا مستمر غير من البعيد. هي هذيك فاش كملت انا 28 سنه، ديك الشركه اللي كتخدم فيها تسدات. مع العلم هاد الشركه كنا بانين عليها بزاف ديال الاحلام، كانت عندنا خلصة اللي كانت زوينه وبالوراق ديالنا. منين سدات هاد الشركه ما عطاو لينا والو، يعني الحقوق ديالنا ضاعت. مهم هادشي اللي كتب الله. صافي بقيت مع الايام وليت كنبيع ونشري. تكرفصنا مع البوليس كل مره كيجريو علينا، دخلنا لشركات اخرى لقينا الخلصه ناقصه، ما عندها ما دير لينا. المهم دازت علينا. واحد الاخ ديالي خرجت ليه فيزا ومشى على برا، تما ولات كتقاد الظروف الماديه ديالنا ولينا بخير. ايوا خوتي فاش وصلت لديك السن ديال 32 سنه جاني واحد الخبر بحال الصاعقه، ان البنت اللي كنبغيت خطبات. صراحه ما عجبنيش الحال، ولكن ما لقيت ما نقول. صافي الله ما كتبهاش ليا، ما عندي ما ندير. هي هذيك تقبلت الامر من موراها. كيفاجئني الاخ ديالي قال لي اجمع راسك رشت لك فيزا تمشي لبرا تخدم على راسك. ما نكذبش عليكم كنت غادي نطير بالفرحه، فرحت بزاف. وتجمعت راسي كيف ما قال لي اخويا، جيت وكلشي بقات ليا غير مده قصيره باش نمشي لبرا. ما علينا، حتى لواحد النهار ديك بنت خالي كانت في العربيه هي والعائله ديالها، اتصلت باختي ولكن ما جاوبتهاش. طلبت الرقم ديالي لشي واحد واتصلت بيا قالت لي السلام مكيراك. انا تفاجات بالاتصال ديالها، قلت لها لاباس الحمد لله. بقينا كنهضروا، قلت لها سمعت انك تخطبتي، قالت لي اه ولكن ما كتبش نكملوا. صراحه فرحت بزاف وقلت مع بالي هذه هي الفرصه، خاصني ضروري نصارحها بالمشاعر ديالي. ايوا داكشي اللي درت، قلت لها فلانه، قلت لها نعم، قلت لها ما نكتبش عليك انا راه كنبغيك وكتعجبيني بزاف. المهم قلت لها كاع داكشي اللي كنحس فيه لداخل ديالي، وصافي حتى هي بدلتني بنفس الشعور. قلت لي حتى انا كنبغيك، لكن علاش ما قلتيهاش ليا في داك الوقت؟ قلت لها كنا عاد صغار وما بغيتش نطيحو في شي مشاكل. صافي من بعد قلت لها واش تقدري تصبري عليا على ما نجي من برا نخدم ونرجع؟ قالت لي نصبر عليك حتى 5 سنين ما عنديش المشكل. صافي بقينا على تواصل انا وياها، وهذا الوقت بدا الواتساب، يعني ولينا كنهضروا بزاف. وكنت فكروا دوك الايام اللي دازوا وداك الاعجاب اللي كنا كنتبادلو. المهم فتحت ليا قلبها، فتحت ليها قلبي، والصراحه بقيت كنقول مع راسي واش تسرعت منين صرحتها، حيت انا مازال عاد ما مشيتش لديك البلاد ومازال ما خدمت ما والو. يعني خفت ندير شي مشكل ونخسر خالي، حيت صراحه عزيز عليا بزاف. المهم ما علينا، بقات ليا يومين باش غادي نمشي على برا. طلبت مني اننا نتشافوا، قلت ليها اه نتشافوا. درت في معاها فين غادي نتلاقى، مشينا جلسنا فواحد الكافي بدينا كنهضروا. هي داك الساعه خرجت من القرايه ودارت السونتر وخدمات. المهم هضرنا على داكشي اللي فات وعلى الحاضر ديالنا. قلت لها شوفي يا فلانه، انا بصح كنبغيك وباغيك للزواج وربي شهد عليا، ولكن انا عاد ماشي لديك البلاد وما عارف شنو مخبي علينا الله سبحانه وتعالى تما. وانتي واش تقدري تسينيني مده ديال 50 كامله؟ قالت لي اه نسينك. بقات عليا هادي وديك، قلت ليها صافي.
ولكن واخا اعترفنا بالحب ديالنا غتبقى العلاقه ديالنا بحال كما كانت قبل، يعني بلا ما ندخلوا في ديك الهضره ديال الحب والغرام. صافي داكشي اللي تفاهمنا عليه. من بعد جيت انا لهاد البلاد اللي راني فيها حاليا، قلبت على خدمه، لقيت واحد الشركه ديال المقاولات اللي كانت مزيانه، خدمت فيها. بقيت مركز غير على الدار اللي خاصني نديروها للوالدين. صافي بقيت مستمر مع الخدمه ديالي، ومره مره كنهضر معها هي عادي بحال ما بيناتنا حتى شي حاجه، ولكن هي كانت كتقلق من ديك الطريقه اللي كنهضر بها معها. انا بصح كنبغيها، ولكن ما بغيتش ندخل معها في علاقه باش ما نخسرهاش. هذا هو السبب اللي خلاني نتعامل معها عادي. المهم واحد النهار هضرت معايا وقالت لي واش ما سولكش شي واحد عليا في الفيسبوك؟ قلت لها ما سولني حد عليك، علاش؟ قالت لي واحد راه باغيني الزواج. انا بقيت ساكت ما قلت لها والو، حيت ما عنديش الحق نتحكم فيها. صافي مني شفت السيده بدات كتقلب على راسها، قلت هادي باغا تزوج ما غاديش تعينني. صافي انا بداو كيطيحوا ليا فرص. تعرفت على واحد الاجنبيه، مع الوقت بديت كنلاحظ انها بدات كتلصق فيا، حكى اجي لعندي البلاد يتعيش معايا، انا عندي الدار وهادي وهادي. وانا يا خوتي ما عجبنيش الحال، انا بغيت نبقى غير في البلاد اللي راني فيها حيت حسن ليا. صافي فاش شفتها بغات تلصقني قطعت عليها. داز واحد المده وثاني جات واحد الاجنبيه اخرى حتى هي بغاتني، ولكن نفس الشيء ما ارتحيتش ليها. من بعد عام مشيت للمغرب، شفت الوالدين ديالي ورجعت، ما مشيتش عند حتى واحد حيت جلست غير شهر ورجعت بحالاتي. صافي بقيت خدام عاوتاني شي عام، بقيت كنفكر في الزواج وبغيت شي بنت تكون بنت بلادي. ما علينا، شي مرات كيكونوا مالين الدار عندهم يعني في دار خالي، وكتبقى اختي كتصور وتصيفط ليا. واحد المره صيفطت ليا اختي تصويره فيها بنت خالي مع الوالده، بقيت كنشوف فيها. قلت البنت باقا بلا زواج، يقدر راها في المكتب ديالي. صافي قررت نمشي للمغرب نخطبها، ما عندي لاش نساين اكثر من هكا. هي هذيك مشيت للمغرب، شفت الوالدين تما، هضرت مع واحد اختي كبيره عليا، قلت ليها ما كرهتش نلقى شي بنت الناس نتزوج بها، مع العلم اخوتي في هاد الوقيته راه شرينا الدار الوالدين انا وخويا اللي مشى قبل مني. المهم قالت لي اختي علاش لا خويا. صافي مشينا زرنا العائله، مشينا عند عمامي عند خوالي، من بعد مشينا عند خالي يعني الاب ديال البنت اللي كنهضر عليها. صراحه فرحات مني شافتني هي هذيك، جلسنا هضرنا ضحكنا شويه، وانا نهضر مع الام ديالها. قلت لها شوفي خالتي، انا باغي بنتك للزواج، ودابا الحمد لله الوالدين راه استقروا في دارهم، ما بقى عندنا حتى شي مشكل. قالت لي الام ديالها اين وحده في البنات؟ قلت ليها فلانه. قالت ليها اه ولدي ما غاديش نلقاو احسن منك. صافي قالوا لينا مرحبا بكم، العائله فرحات. هي هذيك المره الثانيه دينا داكشي اللي خصو يتدى في الخطوبه، مشينا نخطبوها، جمعت العائله فرحنا. دوزنا واحد اليومين عندهم في الدار اللي كانت زوينه بزاف. منين خطبتها بدينا كنخرجوا انا وياها، كندورو كنتساراو. داك الاعجاب اللي كان في الاول خلق واحد الحب اللي قوي بزاف. صافي كمل ليا الكونجي ديالي، رجعت بحالاتي وبقيت انا وياه على تواصل في الواتساب. ايوا هنا غادي يبداو المشاكل اخوتي. مع العلم انا كان عندي فيسبوك وانستغرام قبل ما نخطبها، وكانوا عندي اصدقاء، ولكن ربي شهد عليا ما كانت عندي حتى شي علاقه مع شي وحده. يعني دوك الاصدقاء اللي كانوا عندي عادي ما كنهضرش معاهم كاع. صافي بدات هي كتعلق بزاف على الاصدقاء، وإلا شافت شي تصويره ديالي معلقين عليها البنات كتبقى تنوض الصداع. كنوض انا كنمسح ديك التصويره كاع. صافي بديت كنمسح اي حاجه كدير لينا المشاكل غير باش ما نتناقش انا وياها. واصلا ربي اللي شاهد، ما بقيتش كاع كنعمر راسي بداك الشيء. يعني صافي خطبت البنت اللي كنبغي وما عنديش لاش نتفلى. المهم من بعد ولات كتخلق المشاكل على والو وعلى ابسط الحوايج. مع الوقت بديت كنعرف ان هاد الانسانه كتبغي الصداع والمشاكل. واحد النهار ما بيا بعليا، كنت كنهضر انا وياها، صورت ليها واحد الكومبليكاسيون كتبان فيه واحد الهنديه، اتصلت بيا وصيفطت ليها هي هذيك. شافت ديك التصويره ديالها بقات كتغوت شكون هذيك. انا بقيت غير كنضحك، قلت ليها واش انا نكون داير شي حاجه ونصيفط ليك تشوفي؟ قلت ليها المهم سيري تناسي، انا راه دابا خدام بكري خاصني نرتاح. هي هذيك الغد لي في الصباح نوض مشيت للخدمه ديالي، فاش رجعت زيد التليفون كنلقى البنت مبلوكياني. يعني اش درت ليها باش تبلوكيني؟ مع العلم اخوتي والله العظيم قسما بالله ما كنعرف مولات ديك النمر. صافي مشيت اتصلت بوالديها، قالوا لي تفاهموا بيناتكم.
هضرت مع مالي الدار، قلت لهم فلانه بلوكاتني، قلت لهم الا بغات تدول البلوك نتحاور انا وياها مرحبا، ما بغاتش تدبر راسها، انا ما درت ليها والو باش تبلوكيني. صافي من بعد هضرت مع واحد اختي دارت لي عقلها وقالت لي انا على الشيطان، من موراها حيدت لي البلوك وبدات كتهضر معايا. مهم من بعد تصالحنا بقات الامور غدا عادي، ونفس الشيء دائما صداع المشاكل. تخيلوا كنهضر مع البنت 3 حتى 4 ديال السوايع وهي غير كتشك، انت ما كتهتمش بيا، انت هادي مع العلم انا داير اللي عليا. دائما كنسول فيها مهتم بها اكثر من القياس، وكنحاول نتفادى المشاكل اللي كدير، ودائما كنصيفط ليها الفلوس باش تشري اللي خاصها، يعني قايم بالواجبات ديالي معها، لكن هي دائما كتشكى لدرجه شي مرات وليت كنمل من داك النقير ديالها، واخا كنبغيها ولكن اي واحد ما غاديش يقدر على هذا الشيء. المهم دوزنا عام كله صداع ونقاشات، لدرجه مع الوقت ما بقاتش كتحترمني ولات كتقلل عليا الادب، يا الشلابي يا المنافق. مع العلم انا ما عمرني ما قللت عليها الاحترام، يعني حشومه وعيب وعار باش تهضر معايا بديك الطريقه. ايوا السيده ولات في ابسط الحوايج كتفرقع عليا، مع الوقت ولات خانقاني. هي هذيك واحد المره كنوقع ليها واحد المشكل في الخدمه ديالها، وخرجت بقات كتشكى وكتعير داك السيد اللي كان متخدمه معاه. قلت لها انا فلانه بردي عندك باش تعصبي راسك، يا كما بقى والو نجي نعقدو وندفع لك الوريقات ديالك وتجي لهنا وغادي تخدمي بالصالير اللي هو مزيان، يعني ما عندكش تقلقي راكي عارفه راسك ما غاديش تبقاي في المغرب. مع العلم اخوتي كنت دائما كنوصيها على والديها، كنقول ليها فاش تجي لهنا خاصك تهلاي في والديك، يعني كنوصيها على والديها باش ما تفرطش فيهم. باش جاوبتني هاد البنت قالت لي ادخل سوق راسك اش دخلك وانت دائما كتجي ضدي. المهم هاد البنت خاصها اي حاجه قلتها نقولوا ليها عندك الحق، هذا خايب اه خايب، ولا طلع ليها حتى انا خاصي يطلع ليا الدم، ويلا ضحكات خاصي حتى انا نضحك، ويلا شافتني انا ضحك ما تحملنيش دير شي حاجه باش تنكدها عليا، يعني عندها واحد الشخصيه نرجسيه. مهم ما علينا، فوق ما تناقشت انا وياها كدير ليا بلوك، يعني ولات هاد السيده كتقول مع بالها هاد السيد كيبغيني، واخا نبلوكي ولا ندير ليه شي حاجه ما غاديش يفرط فيا. انا ما نكذبش عليكم اخوتي، مليت وعيت من دوك التصرفات ديالها. درت معاها قلت ليها انت ما فيك خير، على والو كديري ليا البلوك، مع العلم انا ما عمرني ما بلوكيتها. قلت ليها زولي منك هاد الطبيعه، الا تناقشنا نبدلو الساعه بساعه اخرى ومن بعد نرجعو نهضرو. قلت ليها كيفاش انا ما فيا خير؟ ايوا صبر. دارت ليا كاميرا وبدات كتشرك في داكشي اللي كنت كنشري ليها، يعني كتقلب غير على السبه باش تنوض معايا الصداع. والله يا خوتي وكنعرفوا وليدي هادشي اللي كدير لي غادي يقولوا لي والله ما تزيد معاها دقيقه، حيت اخوتي بنات الناس ما كيتعاملوش بهذه الطريقه. مع العلم انا ما قطعتش عليها، بديت كنهدن فيها وكنقول ليها شنو كديري حشومه هادشي. المهم حتى هادي دوزناها. من بعد قدر الله ندير واحد العمليه. ديك الفتره كنت كندير شي تحاليل، كيف ما كتعرفوا هاد الوقيته كنت محتاج اللي يوقف معايا ويساندني ويخفف عليا. هي لا واخا عارفه اني غادي ندير واحد العمليه بقات كتمارس عليا دوك التصرفات الانانيه ديالها بحال شي لفعه. ما قالتش الله يحسن العوان خاصني نحس بيه ونوقف معاه، لا تخيل بقى ليا سيمانه باش ندير العمليه. طلعت قالت لي انت ما مهتمش بيا، وعباد الله واش انا في داك الوقت اللي كنجري في التحاليل والسبيطارات وهادي وهاديك وهي تقول لي ما راكش تهتم بيا؟ المهم قلت ليها واش دابا وقت هاد الهضره؟ حيت انا كنهضر معاك عطيك وقت واخا انا في هاد الظروف. شنو دارت السيده؟ قطعتني المده ديال 4 أيام ما هضراتش معايا، وعارفه اني راها تابعاني عمليه، يعني ما مسوقاش ليا نموت ولا نحيا. حسيت بها بحال عاجبها الحال وفرحانه حيت غادي ندير العمليه. المهم فاش بقات ليا 2 أيام على العمليه قررت واحد القرار، اتصلت بالاخت ديالها قلت ليها دوزي لامك. صافي هضرت مع الام ديالها عاودت ليها كلشي كاع داكشي اللي دارت معايا بنتها. قلت ليها شوفي يا خالتي غادي نعطي البنت ديالك اخر فرصه، ولكن بشرط خاصها تمشي عند الطبيب تعالج راسها، وانا مستعد نوقف معاها حيت هاد الخدمة اللي كدير ماشي ديال انسانه طبيعيه، والا ما بغاتش تمشي تعالج راسها راه دقيقه وحده ما غاديش نزيدها معاها. ايوا فعلا داكشي طبقته. الغد ليه نط في الصباح لقيتها مصيفطه ليا ميساج، عافاك بغيت نهضر معاك الا عندك شي وقت. قلت ليها مرحبا نهضروا. قلت ليها هاد المره انت اللي غادي تسمعي ليا،
شوفي كاينين جوج حوايج، اما غادي تسكتي واما غادي تمشي عند الطبيب التعالجي، ولا الله يعاونك. علاش اخوتي خديت هذه الخطوه؟ حيت دخلت اليوتيوب وسمعت شي اطباء كيهضروا على الشخصيه النرجسيه بالنسبه للرجل ولا المراه، وعرفت انهم كيتلذوا بصداع المشاكل، ولقيت داكشي اللي كيقولوه الاطباء على الشخصيه النرجسيه نفسه هذيك الانسان اللي خاطب، يعني خاصها تعالج تعالج، ولا بقات هكذا غادي ترد لي حياتي جحيم. المهم فاش قلت لي هذيك الهضره ما عجبهاش الحال، قالت لي واش بغيت تردني هبيله وهادي وديك. صافي تما قطعت عليها، درت لها بلوك في الواتساب الى يومنا هذا. وقبل ما ندير لها بلوك قلت لها شوفي في الافلانه، انا خديت قرار لا رجعت فيه، اما ديري اللي قلت لك واما الله يعاونك. السيده ما تقبلتش الهضره ديالي، قالت لي الله ياخذ فيك الحق، ضيعتي لي عام ونص من حياتي، دابا ربي يخلصك. مع العلم اخوتي انا والله العظيم ما بغيت داك الشيء يوقع، حيت كنبغيها وعزيزه عليا، وقسما بالله ما كنت مضيعه في حقها، عطيها وقتي والحب ديالي والاهتمام ديالي، ولكن هي اللي بغاتنا نوصل لهذا الشيء هذا. ميم اخوتي هذه هي القصه ديالي، مع العلم هذا الشيء غير القليل اللي دارت فيا، حيت الا دخلت لكم في التفاصيل ما غاديش تسالي. المهم سديت داك الموضوع، بدلت الرقم ديالي الفيسبوك والانستغرام كذلك، ودابا اخوتي كنطلب منكم تقولوا لي الاراء ديالكم في هذا الشيء، واش انا اللي ظلمتها بصح وديات لي هذه الفتره ديال عام ونص من حياتها، ولا كان من الاحسن تفرق معها. المهم كنشكر المستمعين وصاحبه القناه بزاف بزاف، وشكرا والسلام عليكم. ايوا كيف ما سمعتوا قبل قليل على لساني، القصه ديال خونا حسام اللي عنده مشكل مع الخطيبه ديالو اللي هي بنت خالو. اولا كنحييه وكنشكرو من هذا المنبر، كونه ولد الناس ومعقول، وقليل الشباب اللي بحاله، قليل اللي كيجي البنت من بابهم، قليل اللي كيبغي المعقول في هذا الزمان، وقليل اللي كيضرب الحساب للدم والعائله وزيد وزيد. هاد الاخ هذا الصراحه ما دار حتى شي حاجه خاطئه، فقط بغى الحلال، بغى يجمع راسه، بغى بنت خاله، بغاها تكون مراته وام ولادو. الصراحه خص الانسان الفتره ديال الخطوبه يطول فيها شويه، راه بالنسبه لا للشباب ولا الشابات فرصه زوينه باش تعرفوا على بعضياتهم اكثر، ويعرفوا واش يقدروا يتاقلموا مع بعضياتهم ولا لا. لان هذا الاخ هذا رغم انهم العائله وكيف ما قال لنا كان حدودي وما كانش كيمشي عند العائله، وما عارفش ما مدخلش معاهم، يعني ما كانش عارف عليها شي حاجه، فقط شافها عجباتو، رفض انه يرتبط بها قبل ما يوجد راسو، وهذه صفه زوينه بزاف بزاف بزاف، عجبتني فيه بزاف. كنتمنى الشباب ديالنا كاملين ياخذوا حسام كقدوه لهم. نهار اللي وجد راسو مشى خطب بنت خالو كيف ما سمعتو، ولكن من بعد الخطوبه في الفتره ديال الخطوبه اكتشف ان الخطيبه ديالو انسانه نرجسيه وانسانه انانيه، وبلي كتخلق المشاكل وكتبغي تكذب عليه بشتى الطرق، وهذه صفه فيها ما نسيناش، لان الانسان الاناني والنرجسي هذا الا ما كانش شخصيه سامه، واللي دائما كنهضروا عليها، لان الشخصيه السامه شنو كدير؟ كتقتل الميت وكتمشي في جنازته، كدير العيب والخطا وتقولك انتي درتيه، وكتخليك تشك في راسك ان انت قبيح ما مزيانش، هذه شخصيه سامه ما عندهاش مع شي حاجه سميتها العطف والحنان، ودائما مطلعه شوك في السما بحال شي عقرب. هذه كتفوق الشخصيه النرجسيه والانانيه، لان الانسان الاناني او النرجسي كيكون كيبغي راسو، كيبغي داكشي اللي هو باغيه، يعني ما كيبغيش الاراء ديال الناس، دائما خصو يكون هو على حق. هذا انسان نرجسي وتقدر تلقى معاه الحل، ولكن الا كان انسان شخصيه سامه فمستحيل انك تلقى معاه الحل، وغادي يكون هذاك الزواج مبني على الفشل. فاول حاجه كنقول لك اخويا تبارك الله عليك، تصرفتي تصرف لبق، تصرف ديال الرجال، خصك تحبس هذه العلاقه، انا كنقولها لك من هنايا تحبسها، انت انا عرفتك حبستي العلاقه ولكن من الاحسن ما ترتبطش ببنت خالك، خلي العائله تبقاو مزيانين، ولو ان داز الخطوبه وداك الشيء فاحسن ما يكون الزواج ويكون طلق.
يكون فسخ الخطوبة حسن يكون زواج ثم طلاق. فهاد السيدة ما كتفاهمش معك نهائيا وما عندهاش أسلوب ديال الحوار، فكيفاش غادي تدير تتعامل معاها؟ وكيفاش غادي تدير انت تتأقلم معاها؟ انت عندك عقليتك وهي عندها عقليتها، يعني العقليات ديالكم مبدلين. هو مزيان يكون الاختلاف، يعني فاش كيكون الاختلاف كتكون واحد العلاقة اللي كتكون استثنائية، ماشي بحال يعني الانسان اللي كيكون عنده كل شيء اللي عندي عندك انت يا مثلا افكاري بحال افكار، كيكون داك شويه ديال الاختلاف كيكون العلاقه مزيونه، ماشي حنا كل شيء غادي نتفاهموا فيه عليه. يعني كل واحد العقل ديالو، ربي سبحانه وتعالى كيقول لك وخلقناكم فرادى، كل واحد وكيفاش ربي خلق العقل ديالو كي داير. فانت هاد السيده ما نويتي معاها غير الخير وبغيتي على سنه الله ورسوله، هو واخا تعالج فكنظن ان الشخصيه ديالها ما غاديش تتغير والله اعلم. حاول تهضر معها وتجيها الصراحه اللي انت ما قدرتيش تكمل معها، لانه واخا غادي تبغيها حتى تعيا واحد النهار غادي يجي اللي غادي تكرهها، وهذاك هو اللي ما بغيناش. وفي الاخر غادي تلقى راسك معها في المحاكم، طلعوا هبط طلق منا وتعيب مع العائله ديالك كامله. فمن الاحسن اللي نطولوه نقصره. فبالنسبه تقول لك ضيعتي لي عام ونص من حياتي، انت ما ضيعتي لها حتى شي حاجه، هي اللي ضيعت راسها. هي كو كانت فايقه وكو كانت انسانه راقيه وواعيه ما غاديش تفلت ولد عمتها اللي الصراحه رجل بمعنى الكلمه ودائما محترمها. فبحال هذه كتهضر على داك الاهتمام الخاوي، داك الحب ديال الافلام وداك الشيء ديال المسلسلات وداك، ما فيها باس عطيها الاهتمام وحاول. الا بغيتي انا وكان مازال غرضك فيها وبغيتي تجرب معها واحد الاسلوب اخر، فممكن ربما هي كتحس بالجفاء تجاه العلاقه ديالكم، وبذلك كتعامل معك بنفس الاسلوب اللي هي كتشوف كتعامل به معها، رغم انك انت كتشوف راسك كتعامل معها عادي وكتحترمها الى اخره. فهي كتشوف المعامله ديالك معها ناقصه وكيكون عندها ردود الفعل اللي قاسحين بزاف، واخا الصراحه هادشي اللي كدير ما عنده حتى شي مبرر، لان الخطيب ديالها وصل لواحد المرحله ديال انه دخل البلوك ودار عمليه، والانسان المريض كيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان قريبا من الموت، المسافر والمريض. فكان اضعف الايمان ما تهضرش معاك في داك الوقيته ديال المرض ديالك وتسنى الوقت المناسب. فهي ما كتصرفش بذكاء وانما هي كتصرف بتصرف صبياني. فحاول الا بغيتي تجدد معها العلاقه نصيحتي ليك تبدل معها السيستم. ربما الخطيبه ديالك كتبغي الاهتمام الزايد، حنا العيالات بطبعنا كنبغيو الاهتمام كنبغيو الكلام الزوين الى اخره، ولكن كاينين العيالات اللي كيكونوا مساكن يعني عندهم واحد الفراغ من الداخل العاطفي كبير، فما تقنعهاش كلمه ولا جوج. وانت حيت انت كتحترمها وداك الشيء يعني كتبغي داك الامور تكون انت وياها كيكون يعني جمعكم واحد العلاقه حب ولكن فيها احترام، فهذه ارقى العلاقات. حيت كاينين شي بنات كيبغيو يهضروا في شي امور اللي خارجه الصراحه وكيعتبروها ان هذيك هي اش غنقول لك، هذاك هو داك الكلام كتستمد منه الطاقه ديالها باش هي تقدر تعيش وتفتخر براسها كون انا عندها واحد الراجل كيبغيها وكيحماق عليها وكيقول لها كلام زوين. فعندك جوج ديال الحلول، اما تبدل معاها انت السيستم وتتعامل معاها بحال خطيبتك، يعني ماشي نقولك ما تحترمهاش وانما حاول تهتم بها اكثر، تهتم بلبسها شنو كديري هذه. المهم بعض النقاط اللي انت كيجيوك بيزار تسول فيهم، ولكن حاول انت يعني تحاول تمشي لها على عقلها كما كيقولوا. اولا الا شتي انك جربتي هذا الشيء كامل وما صدقش معك فاللي نطولوه نقصرو، ما كاينلاش الانسان يبقى يمرض راسو وفي الاخر يتعايب مع العائله ديالو وتوليو في الاخر في المحاكم وطلقني طلقتك وزيد ديد وليدات اللي غادي يكونوا هما الضحايا في هذه العلاقه كامله. فهذه نصيحتي ليك اخي الكريم حسام، شكرا ليك بزاف على ثقتك في قناه سمح حكايتي. كنتمنى من الناس حتى هما كذلك ما يبخلوش عليك بالتعاليق ديالهم الزوينه اللي اكيد غادي يكونوا فيهم عبر عفوا النصائح، وهما كذلك غادي ياخذوا العبره من القصه ديالك، وان شاء الله ما يكون غير الخير. فقط قل يا رب وطلب الله سبحانه وتعالى ودير الاستخاره على هاد بنت خالك واش عندك فيها الخير، لان الله سبحانه وتعالى كيبغي العبد اللحوح في الدعاء، لح بالدعاء الله سبحانه وتعالى وان شاء الله غادي يسمعك كل خير، والله يسمعك كل خير ان شاء الله.
وصلت الحلقة ديالنا للنهاية وما صحيتش بكم بحال ديما. إلا بغيتوا تتواصلوا معايا عبر الرقم التالي فهو 0637054549. الرقم كذلك موجود في صندوق الوصف. كاين الصفحة الرسمية ديالنا في الفيسبوك اللي كذلك الرابط ديالها موجود في صندوق الوصف. نتمنى إن شاء الله تدخلوا ليها وديروا إعجاب. نتمنى كذلك الناس اللي كيشاهدوا هاد القناة أول مرة ومازال ما تأبوناوش، دعمونا بأبوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. نتمنى من الناس اللي معنا دائما كنقول لكم مرحبا بكم، مليون ألف مرحبا. ديروا جيم كومنتير بارتاج لكي تعم الفائدة وتكبر العائلة الصغيرة ديال سمح حكايتي. إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.